طبعا طبعا يا باشا. واحنا نقدر نأخر طلب العدالة برضو؟ العدالة دي في عينينا يا فندم. لا ما تقلقش خالص، انا مستعد للمواجهة وكله زي الفل. هتندهش صدقني، هتندهش يا فندم. انا ما اقدرش انسى ابدا ابدا وقفتك جنبي دي. كلها ساعة يا فندم وابقى في الطيارة ان شاء الله ان شاء الله. تسلم لي يا سيد الناس، تسلم لنا. الف سلامة يا فندم، الف سلامة. انت هتعمل كده بجد؟ طبعا. انت قلقانة ليه بس كده؟ هو انا لو كنت كارت محروق كان الباشا اهتم بيا الاهتمام ده كله؟ الحمد لله الواحد كان عنده غريزة الخطر وعمل حساب اليوم ده. طب خد بالك من نفسك. تقلقيش يا حبيبتي، خلي بالك بس من الولاد. ها مشي يومكم عادي خالص وانا هبقى اطمنكم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، استعنا على الشاب الله. سيادتك الكلام الموجه ليا ده كلام مختلق ولا اساس له من الصحه، وده لسبب بسيط جدا، ان انا كنت خارج مصر تماما في الفتره اللي المدعو محمود ده بيدعي ان انا لفقت له قضايا وعذبته وما الى ذلك من الاتهامات، ومعانا يا فندم ما يثبت ذلك. بعد اذنك يا فندم، معانا شهاده من وزاره الداخليه بتثبت ان انا كنت في اجازه مرضيه لاصابه عمل اثناء القبض على تنظيم ارهابي تم فيه تبادل اطلاق النار. ايوه يا فندم، هتلاقي كمان في صور من الاخبار اللي نزلت عن التنظيم ده وحكايه تبادل اطلاق النار، وفي كمان صور للقتلى. اكيد حضرتك كنت متابع الموضوع ده، بس زي ما انت عارف بقى طبيعه شغلنا ما ينفعش يجيبوا سيره اصابات. وفي كمان يا فندم تقارير من مستشفى الشرطه بحالتي الطبيه، ممكن حضرتك برضو تستشهد بالدكاتره اللي اجروا لي العمليه واستخرجوا الرصاصه، حتى كمان هم اللي كتبوا لي الاجازه اللي امتدت لفتره طويله لحد الثوره. ده حتى الثوره قامت وانا في فتره نقاهه يا فندم. طيب ايه رايك في الفيديو المنشور على الانترنت واللي اتذاع في قنوات كتير وقتها؟ وفي اعترافات للمدعو اسماعيل جاد بيحكي فيه عن علاقته بالتنظيم اللي كان هو عضو فيه، وحكى تفاصيل المدعو محمود عبد الناصر بيتهمك انك اكرهته عليها. حضرتك واجهني بالشخص ده واتحدى. اتحدى انه يثبت انه يعرفني او شافني او ليه علاقه بيه اصلا. انت ما تعرفش انه اسماعيل ده دلوقتي في مستشفى الامراض العقليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بس انا اعرف منين يا فندم؟ الموضوع ده يعني لو كان بيتنشر في اخبار او كده. انا حاليا مقل جدا في متابعه الاخبار. سيادتك عارف من بعد الثوره كل الاخبار ما تصرش. هو بس في نقطه قانونيه يا سياده النائب انا عاوز اقف عندها، وطبعا سعادتك سيدي عارفين بالقانون. الشريط يا فندم، الشريط اللي معاليك بتتكلم عنه، هل تم تقديم اصل الشريط اليكم؟ وهل يمكن لنا الاطلاع عليه لمعرفه ما مدى علاقته بموكلي؟ لا الحقيقه اللي عندنا سيدة هيا متاخده من الانترنت، بس احنا خطيبنا التلفزيون المصري يجيب لنا الشريط الاصلي اللي اتذاع في برنامج صدى البلد، وخطيبنا العلاقات العامه في وزاره الداخليه تجيب لنا الشريط اللي وزعته على كل القنوات الفضائيه. تمام يا فندم، وانا برجو من معاليك اطلعنا على الشريط فور استلامه لفحص طبيعه الاتهامات الموجهه لموكلي بسببه. طبعا سعادتك سيدي اللي عارفين ان حجيه ما ينشر على شبكه الانترنت قانونا حجيه ضعيفه. يا ريس دلوقتي اي حد بينزل اي حاجه على النت في اي وقت وفي اي حته. اه والله. ايوه بس في تاريخ لنزول الفيديو على الانترنت يتناسب مع تاريخ نشر القضيه في الجرايد. يا معالي النائب احنا ما انكرناش اللي نزل في الجرايد. انا هنا لا لاناقش وجود قضيه من عدم. انا بتكلم في نقطه تانية خالص، الا وهي ما علاقه موكلي بالقضيه؟ مسألة وجود قضية وما إذا كان المبلغ قد تعرض فيها للظلم أم لا، دي حاجة تخصه هو ما تخصش موكلي. وعلى العكس برضه يا فندم، أنا هكون متعاطف معاه جدا. حضرتك عارف إن كل جهاز في الحلو وفي الوحش، بس للأسف بقى بعد الثورة الناس بقى بتعمم الوحش على الكل. ده حتى قضاء الشامخ بيتعرض لده، وأكيد حضرتك متابع.
رغم ان الشعب المصري ثقته ابدا عمرها ما تهز في قضاءنا العادل ابدا. قول لي هو مين اللي كان مسؤول عن النشاط الديني في فرع امن الدوله في اسكندريه اثناء فتره اجازتك؟ مفيش حد غيري يا فندم. انا كنت بتابع الشغل من خلال البيت، واعتقد لو في قضيه زي دي خرجت من عندنا اكيد هبقى عندي علم. هو حضرتك متقدم عند حضرتك يعني اوراق رسميه تثبت ان اللي اتقبض عليهم دول كان من خلالنا؟ لان القضيه لما بتكون كبيره قوي كده لازم رئيس الجهاز بنفسه يكون عنده علم بيها، واعتقد حسب علمي يعني هو بيتحقق عندكم هنا معاه في اكتر من قضيه. اكيد لو حققته معاه طبعا هيرميها على اللي تحت منه، ويمكن يتهمني انا كمان او حد غيري. بس زي ما حضرتك عارف اللي يثبت انا موقفي سليم ولا مش سليم اكيد اوراق رسميه. احنا هنجيب منين ورق رسمي بعد تقريبا كل مقرات امن الدوله على مستوى الجمهوريه اقتحمت واتحرقت؟ بصراحه والله يا فندم اللي حصل ده مؤسف وخطير جدا، ما كانش لازم يحصل ابدا، لان الاوراق اللي جوه المقرات دي اكيد كانت هتنصف ناس ابرياء كتير، سواء ناس من رجالتنا ظلموا ناس او ناس من رجالتنا متهمين زي حالاتي كده. للاسف الناس اللي اقتحموا الجهاز ما فكروش في كده خالص، فرحوا بالاقتحام وخلاص ثوره بقى وكده. على حد علمي يا سياده الرئيس ان الورق اللي اتاخد ده كله صور مش اصول، وان اصول المستندات والوثائق المهمه محفوظه في ارشيف امن لم تمتد اليه يد المقتحمين. معالي النائب انا بطلب من سعادتك ان انت تخاطب الاداره المختصه في جهاز الامن الوطني انها تمدنا بالمستندات الخاصه بالقضيه عشان نفصل ما اذا كان لموكلي دور فيها ام لا، عشان الرئيس يبقى في حجيه قانونيه للقضيه من الاساس. معجب انت قوي بكلمه حجيه قانونيه دي يا متر، بتستخدمها كتير قوي. سعادتك حجه في القانون يا معالي النائب وسيدي العارفين. الحجيه القانونيه هي الاساس في شغلنا. الرئيس احنا بقينا في وقت اختلط بيه الحق والباطل. بقى من حق اي حد انه يتهم اي حد دون دليل او سند او ورق موثق يثبت ما يردده من اتهامات، مع اننا في دوله مستنديه بنتولد بورقه وبنموت بورقه. وفر الكلام ده للمرافعه في المحكمه يا متر. مش لو وصلنا للمحكمه يا سياده النائب. انا اسف يا فندم على تطولي، بس الورق اللي قدامي بيقول ان الموضوع بسيط، زوبعه في فنجان. يعني ايه يا فندم؟ كل اللي عشته ده كان تحيوات، الضرب والظلم والكهرباء والسحل والإهانة والشتيمة اللي بالأب وبالأم وضيع المستقبل والسجن، الهروب من السجن وسط الأموات، كل ده كان كذب. تخاريف صيام مثلا. محمود محدش قال إنك بتختلق كل اللي حصل ده، لأنه حصل فعلا. حتى لو مفيش أي ورق رسمي في أمن الدولة يثبت الكلام ده، بس ده اتنشر في الجرايد واتذاع في كل القنوات. أي نعم إحنا معناش ولا شريط أصلي من اللي اتذاع في القنوات دي، لكن في النهاية ده يرجع لتقدير القاضي. ممكن لو ربطوا باللي اتنشر في الجرايد يتعامل معاه على إنه قرينة. الفكرة بقى مش في كل ده. الفكرة أصلا يا محمود إنك اتهمت شخص بعينه بالمسؤولية عن كل اللي حصل لك. الشخص ده مفيش أي إثبات على إنه له علاقة بالموضوع. والنيابة بنفسها اتأكدت من الدكاترة اللي كتبوا له العلاج وكتبوا له الأجازة. يظهر إنك تسرعت في اختيار الشخص اللي تتهمه يا محمود. علشان كده أنت لازم تقدم بلاغ جديد تتهم فيه وزير الداخلية الأسبق ورئيس جهاز أمن الدولة المنحل. تتهمهم فيه بالمسؤولية عن كل اللي حصل لك. اتهام بشخصيهما. وتطلب التحقيق معاهم. وأكيد القضية دي هتتضمن للقضايا اللي بيتحقق معاهم فيها دلوقتي. وهم أكيد يا فندم هيقدموا شهادة مرضية يثبتوا إن هم ما كانوش موجودين في البلد ساعة ما حصل لي كل اللي حصل لي. وسيادتك هتصدقهم لأن الورق مختوم. ولأن الدكاترة بتاعتهم ما بتكذبش. مش بعيد يقدموا فيها بلاغ يتهموني بالسب والقصف. بما ان انا ما عنديش ورق رسمي فسيادتك برضه هتصدقهم وهتحولني للمحكمه، مش كده؟ محمود انا عازل احباطك، بس الاحباط ما ينفعش في الظروف اللي زي دي. لازم نفكر كويس. وبعدين في موضوع رئيس وزير الداخليه ورئيس جهاز امن الدوله ده، انت مش مطالب بتقديم اي وثائق ولا مستندات، لان اللي حصل لك يقع تحت مسؤوليتهم طبعا. كل المطلوب منك انك تثبت انك عتقلت وتعذبت. وهثبته ازاي يا فندم؟ اذا كان اتنين من اللي معايا اتقتلوا والتالت اتجنن، مين ممكن يشهد معايا؟
ظباط ومخبرين امن الدوله هيشهدوا ضد رئيسهم وزميلهم يا فندم. احنا بنطالب بشهاده صاحب الورشه اللي كان بيشتغل فيها محمود وزمايله عشان هو كمان اعتقل واجبر على الشهاده. انا متاكده انه هيقول كل اللي حصل، وفي نفس الوقت لما نحرج الدعوه ضد وزير الداخليه ورئيس جهاز امن الدوله المنحل هم هيبقوا مجبرين قانونيا ان هم يقولوا اسم المسؤول اللي اعتقل محمود وزمايله اللي هيطلع الضابط هيثم، وساعتها بقى هنقدر نوجه له تهمه استغلال النفوذ، اخفاء الادله، والتهرب من العداله. سيادتك، بما ان احنا مش قادرين نثبت على هيثم باشا تهمة التأثير على شاهد عنده بنت، فبالتالي مش هنقدر نثبت تهم اكبر واخطر على رؤسائه. هو انا هاخد كام سنة سيادتك؟ يعني ايه؟ يعني يا فندم مش انا المفروض دلوقتي ان انا ببلع على الضباط الشرفاء؟ هي دي قانون كام سنة سيادتك؟ لا دي حاجة قضية بره القضية اللي انا بحقق فيها دلوقتي يا محمود. ده موضوع يرجع للي انت اتهمته، بعد كده يشوف هو يرفع عليك قضية ولا لا، ده حاجة ترجع له. يعني انا رحت وجيت ومصيري برضه في ايد واحد زي هيثم باشا، كان يقدر قبل الثورة ان هو يسجنني ويسحلني ويتاويني في اي حتة، وبرضه بعد الثورة يقدر يسجنني. الا بالحق يا فندم، هو الواحد ممكن يرفع قضية انتحال ثورة، ولا دي مش موجودة في القانون؟ اتفضل انت لو سمحت. شوف يا محمود، انا متعاطف معاك جدا، علشان كده هتكلم معاك بشكل انساني وشخصي. قضيتك دي يا محمود أغرب قضية عدت عليها في حياتي المهنية كلها. أنت متهم بقضية إرهاب، جيت تسلم نفسك علشان تثبت براءتك، وتتهم اللي عمل فيك كده. بس الحقيقة يا محمود قضيتك مفيش فيها أي ورق في أي مكان في جمهورية مصر. مفيش مصلحة عندها ورق للقضية دي، لا السجون ولا النيابة ولا أمن الدولة ولا الداخلية، وحتى اللي كانوا معاك مش عايزين يعترفوا. زملائك اللي كانوا معاك في السجن بتوع الجماعة الإسلامية قالوا إن هم ما يعرفوكش أصلا، ودي الحقيقة حاجة محبطة جدا. إن ضاع منك فرصة إنك تثبت براءتك وتجيب حقك حاجة تحرق الدم، لكن على الأقل في جانب إيجابي في الموضوع، إنك أنت مش محتاج تثبت براءتك. أنت دلوقتي بريء، تقدر تمارس حياتك زي ما أنت عاوز. وأهلي اللي واقفين بره دول مستنيين أنا أجيب حقي وحق أخويا اللي اتقتل. أقول لهم إيه؟ أقول لهم إني ما قدرتش أثبت إن مستقبلي ضاع. ما قدرتش أثبت إني اتسجنت وإن كل اللي معايا اتقتلوا. طب وأمي؟ الست اللي واقفة بره مستنية حق ابنها اللي اتقتل. أقول لها إيه يا سيادتك؟ أقول لها إن أنا ما قدرتش أثبت حقي وأنا حي. فازاي هجيب لك حق ابنك اللي اتقتل؟ وانت لو مكاني يا فندم هتعمل ايه؟ والله انا مش عارف اقول لك يا محمود. ربنا معاك. ولما الورق المتستف والمحامين العقر والقوانين اللي مليانه خرام تضيع مستقبل واحد زيي كان جاي لحضرتك تعشم انه ياخد حقه، برضه هتقول ربنا معاك، مش كده يا فندم؟ خلاص يا فندم، خلاص. احنا اسفين يا فندم، حضرتك اكيد طبعا مقدر الظروف. ممكن نخلص اجراءات الافراج رسميا؟ هو مش متهم اصلا عشان يفرج عنه،
محمود حبيب امك يا حبيب امك. ازيك يا محمود؟ السلام عليك. الله يسلمك يا ابني. طمني عليك يا ابني. الحمد لله اخدت افراج واسقطت كل التهم عنك. الله اكبر. يا رب ظهر الحق. الحمد لله. ومش بس كده، الضابط اللي اسمه هيثم قبضوا عليه وهيحولوه المحكمه عشان يتحاكم. يا من انت كريم يا رب. انا كنت متاكد ان ربنا هينصفنا، ما ضاع حق وراءه مطالب. الحمد لله يا بابا. يلا بقى توكلوا انتوا على الله عشان تلحقوا توصلوا رشيد قبل الليل ما يليل. ليه؟ لو انت مش هتيجي معانا؟ لا معلش يا اما، انا لازم اروح اسكندريه مع منى الاول. تاني ليه؟ لازم نروح للحاج جابر يا اما عشان اخليه بكره يروح يدلي بشهادته. اصل الضابط هيثم كان دايما بيهدده، لكن بكره يقدر يقول اللي هو عايزه. ولازم بعد كده نطلع على اهل عاصم واسماعيل عشان نتفق يعني هنوجه لهيثم الاتهامات دي ازاي. مش كده ولا يا منى؟ اه طبعا باذن الله. وما تقلقوش، كلها يومين ثلاثه اخلص اللي ورايا وارجع لكم على طول. ومش هسيب رشيد تاني ياما غير لما اموت. بعد الشر عليك، اعوذ بالله. مش عايزاك تجيب سيره الموت ده على لسانك ابدا. ربنا يبارك لي في عمرك يا حبيبي. انا كنت نادراها، يوم ما ربنا يظهر الحق هزغرط. ناوي على ايه بالظبط يا محمود؟ في ايه؟ انت عارف انا بتكلم على ايه كويس قوي. كذبت على اهلك ليه؟ يعني ايه كذب على اهله؟ دي في ايه؟ ما اعتقلوش هيثم يا شيرين. هيثم قدر يخرج منها زي الشعر من العجينه. امال سابوا محمود ليه؟ يسالوه؟ يسالوه ليه كذب على اهله؟ جرايا محمود في ايه؟ انت ما رحتيش معاهم رشيد ليه يا شيرين؟ هو ايه ما رحتش معاهم رشيد ليه؟ وانا قلت لك انا هاجي ابات عندك؟ انا رايحه ابات عند عمتي. وبعدين دي مش اجابه سؤال يا محمود. في ايه يا منى؟ يا ستي هيثم قدم ورق بيثبت فيه ملوش اي علاقه باي حاجه حصلت لمحمود. يعني زي ما تقولي كده طبخها مع رؤسائه بحيث انه ما يبقاش في اي دليل ضده. ومن غير ورق يعني ما فيش قضيه. يعني كمان ما فيش اي مسؤوليه قانونيه على محمود، فبالتالي افرجوا عنه. اه عشان يروح بقى يعيش حياته، يعتبر كل اللي حصل ده كابوس وحش وينسى. انا مش فاهمه ايه المشكله، يعني دي حاجه وحشه ما هي حاجه كويسه طبعا. بس انا عايزه افهم، انت ليه كذبت على اهلك وقلت لهم ان هم حبسوا هيثم؟ عايزين اقول لهم ايه؟ طلع هيثم زي الشعره من العجينه من الموضوع؟ محدش عارف يحاسبه؟ تفتكر هينبسطوا؟ ايوه هو ده بقى بالظبط، محدش عارف يحاسبه. انت بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي تحاسبه؟ ما روحتش ليه مع اهلك؟ ليه عاوز تروح اسكندريه؟ في ايه يا منى؟ هي اسكندريه مكتوبه باسمك؟ طالع يومين غير جو في الكابينه. لازم ما كانش عندك مانع يعني يا راجل. لا خالص، بيتك ومطرحك، اقعد فيها زي ما انت عايز. احنا بس خايفين عليك. ممكن بقى تفهمنا انت ناوي على ايه؟ يا جماعه مفيش حاجه في دماغي، انتوا اصغر مني بس. ان بعض الظن اسم. مش نمسك الطريق بقى قبل ما الدنيا تليل ولا ايه؟ يلا. ويا ترى بقى يا محمود هعرف اشوفك وانت فرحت الاستجمام بتاعتك دي في اسكندريه هنا؟ وانا اقدر استغنى عنك يا منى؟ بص يا محمود، انا مش عاوز اعرف انت هتعمل ايه، بس لو احتجت اي استشاره قانونيه انا برضو المحاميه بتاعتك. انت ليه مصممه ان انا هعمل حاجه؟ هو انا في ايدي حاجه اساسا اعملها؟ انا غلبان. غلبان؟ تصبح على خير. تصبح على خير يا منى. انت من اهلك. وادي يا سيدي منى نزلت. ممكن بقى بصفتي مرات اخوك الله يرحمه تفهمني انت ناوي على ايه؟ مش هنوصل شيرين الاول؟ يا سلام، هي شيرين دي بنت البطه السودا ولا ايه يا محمود؟ ولا انا اللي هخونك يعني ومش هحفظ سرك؟ اوعى تفتكر ان انا جايه اسكندريه هنا عشان الشغل زي ما قلت، انا سايب الدنيا كلها علشانك انت بس. خلاص يا شيرين، انت ما صدقتي؟ ما انت عارفه اني ما اقدرش استغنى عنك. انتوا ليه مش قادرين تصدقوا ان ما فيش ايدي حاجه خالص اعملها؟ كل اللي عارفه ان انا لازم الاقي هيثم، ولما الاقيه لازم اكون مستعد. الكلام ده انا مش هعرف اعمله لوحدي، لازم تساعدوني فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اومو انت عايز اقابل سعاده الباشا؟ مفيش باشوات هنا دلوقتي، يلا اتكل على الله. أنا كنت عايزك تديله الورقة دي بس، خليه يشوفها. لو قال لك امشي
شاور لي بس وانا همشي على طول. همشي قدكم يا باشا. ربنا يديكم يا رب على قد اي حاجه. انا مستني قدام العماره وهقف بعيد كمان. انا بصراحه ما اقدرش اقول لكم انا قالوه فين، لان ببساطه المعلومه دي مش عندي. انا حقيقي خارج اللعبه، وعلاقاتي يا دوب تكفيني اني ما طلبتش في اي حاجه. انا متاكد طبعا، لان مش معقوله حضرتك هتبقى ولو للحظه على شخص خاين. ما اقدرش افضل حضرتك عليه وباعك في اول لحظه. بس مش ده اللي انا عايزه من سيادتك. في حاجات كتير قوي سيادتك ممكن تخدمني فيها. طيب اسمع واقرر. قول بس بسرعه.